لمناقشة إشكاليات تدبير الموارد المائية والتفكير في الجماعي للتخفيف من تداعيات الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، نظمت بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية ندوة علمية حول تدبير المياه أمام إشكاليات تغيرات المناخ والجفاف بمشاركة خبراء وفاعلين. سمية الدهيمي. تحسين حكامة قطاع المياه، مكافحة التلوث، الصرف الصحي، مواضع ضمن أخرى نوقشت في هذا اللقاء للتعريف بالماء في مفهومه الأكاديمي العلمي المعرفي، قصد الخروج بحلول وتوصيات. الاختيار ديالنا كيرجع للاحتفال باليوم العالمي للماء، واخترنا العنوان الترابط بين الماء والتغيرات المناخية والجفاف. هو لقاء يكتسي طابعا دوليا يعرف مشاركة فاعلين سياسيين واقتصاديين وخبراء دوليين، همهم المشترك إيجاد حلول ناجعة لتوفير الماء للجميع بتبادل الخبرات وإحداث شراكات. يسعدنا أن المغرب وفرنسا منخرطان في التعاون في موضوع الماء، خصوصا في المجال الفلاحي. وعلى المستوى العلمي والجامعي سيتم تنفيذ وحدة ثنائية فرنسية مغربية قريبا حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، من بينها موضوع الماء. احنا كأساتذة في الجامعة كباحثين كنوعى وواعيين بأن ما كاينش شي حل مستدام، دائما خصنا نستمروا في البحث، دائما نستمروا في البحث على الجديد، ودائما كنعالجوا القضايا، والاساس دائما هو صيانه الموارد الطبيعيه من جهه، ولكن ضمان استدامه هذه الموارد. يعيش المغرب اكراهات ديموغرافيه واخرى في التنميه الاقتصاديه، الا ان الموارد المائيه جد محدوده، وعلى الخبراء والاكاديميين وصناع القرار والمجتمع المدني تقديم حلول مبتكره لاستغلال معقل للماء وضمان مستقبل مستدام.